حنخليها كذلك. اهم شيء في الديكور حلو. اي شيء؟ اي مكان. شوف الجمال. هلا مكان، شلونكم؟ اخباركم؟ اموركم؟ شكو ماكم؟ يابا اليوم راح انزل طلبات حيفا، تمام؟ شو رايكم بالزي؟ فلابسين الزي هذا المعروف الزي الاحمر اللي هو راس السنه. طبعا هاي الاجواء راس السنه. حيفا حبت تسوي شيء وشغله بالبيت وحبيت لازم اشاركها انا اكيد. طبعا صار لي انوك عليه شهر. شهر كامل. راح تنتهي راس السنه وهي بعدها. وهي بعد طبعا انا جايب الاغراض وجايب الشجر وبس مثل ما تعرفون صار عندنا الحفله مال اخو حسين وصار عندنا شو بعد؟ وهي شغلات بالبيت. والبيبي يا اخي. والحمل. وشنو بعد؟ صارت هواي امور. فكل يوم باكر كل قلت له عمتي يوم مو باكر. باكر خلص اليوم لازم تسوي. مره جاي من الشغل تعبان. مرة انا ما عندي مزاج طبعا. وهي يعني لازم تجي من هاي، اخذتني من السوق الا تجي من ذني. اي بس يعني ايش يعني؟ شنو رايكم والله؟ بس والله حلوة، طبعا انا من الشخصيات اللي ايد انه يلبسون الازواج بالبيت هاي الاشياء. كلش احبها. يلا راح نلبس وراح نسوي وراح اخر شيء نسوي شجره كلش كلش حلوه. طبعا احنا مسوقين اغراض كاملات وسوف اشوفكم اياها. بس قبل ما نبدي اهم شيء تسوون لايك للفيديو ومشاركه بالفيسبوك وها واللي ما مشترك يشترك ويصير من عائلتنا. ونشكركم على شنو؟ نشكركم على الدعم وعلى الدعاء وعلى الاشياء الحلوه. ورب يبارك بالجميع. واني اتمنى من كل قلبي انه يرزق ربي يرزق الجميع بالذريه الصالحه. اي والله هاي كانت الفرحه كلش حلوه وبصراحه الفرحه كبرت وياكم، يعني ما توقعنا كميه الحب اللي عندكم هن. وكذلك احنا والله عندنا حب لكم مو طبيعي ونشكركم من اعماق قلبنا. اي والله شكرا. يا رب ان شاء الله يرزق كل شخص محتاج هاي الفرحه ان شاء الله. اكيد طبعا مو بس الناس اللي دشاهمنا، اصدقائنا واقربائنا واللي رفعوا علينا التليفون. مشكورين جميعا. كلكم شكرا طبعا. يعني انا احس البنات اللي يحكون وياي عبالك يعني الهم الحمل. فحبايبي احنا نشكركم هواي وخلينا نبدا الفيديو. وطبعا جايبين الشجره وراح نفتحها وياكم. ونسينا شغله طبعا نحب نعايد اصدقائنا المسيح واخواننا بهاي المناسبات أكيد. اللي جايتهم والكريسماس وغيرها. فيا رب ان شاء الله كل ايامكم عياد وان شاء الله دوم نضل اخوه وان شاء الله كل ايامكم تصير حلوه. فيلا نبدا الفيديو. طبعا استعانت بهاي الشغله، انا كنت حطيتها الديكور فوق اشياء بغرفتي فحجيبها احطها هيجي تمام؟ احط فوقها الاشياء مثل ما قاعد تشوفون. انا اخترت الالوان الفضيه، طبعا هذا الجيس جواني من ماما هم بي اشياء مال راس السنه كلش حلو. ماما جابت لي هم ذني الاشياء فقالت لي انت اختي هذا ما عليك. جبت هذا، جبت ذني المصاص اللي نحطها على الشجره كلش حلوات. جبت هذا الدبدوب، هنا عندنا شجره. واو هاي القاعده مالتها وهاي الشجره. طبعا حبايبي هاي الشجرة جبناها من جوكو. ان شاء الله يطلع ما بيها شيء. اذا طلع بيها شيء مستحيل ارجعها. حتى الفاتورة لا مبلي مشتريها من الكونتوني. هاي الشجرة يا بعد ما افتحها راح تبين يعني مثل الحقيقية يعني قاعد تشوفون. هسه ما شاء الله يعني هذا الباكيت صغير
طلعت من عندها هاي الشجره. طبعا انت قاعد نحاول فكينا النشبات ونحاول نشدها بصوره صحيحه. أني مو مقتنعة بيها بس راح نحاول. أوكي نحاول. احنا اليوم راح نروح ويا هاي فال الأخير ونشوف نهاية الرياض. أوكي أنا عندي رفيعات بس خافت ما عجبوني. شو تقولون هاي فال سويها ما سويها؟ أنا ما أشعر أنا بس وياها بدوي خير. يعني إذا صار شيء هي المسؤولة هي المقاولة. أنا ما علي مصيبة الشجرة مو رخيصة. الشجر هاي بستين يورو سعرها بالعراقي شيء والله غالية. والله احنا يعني تقريبا 100,000 حتى هنا غالية. أنا غالية هي والله. واو والله والله كيوت. لكن اشوفكم يعني ها يا ما هسه على مسؤوليتي بعدنا لا تفرحين من هسه. يا بشوف شوف 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 شغل. الله الله يبا قامت شوي تبدا. شلوني وياك؟ بعدها بالنهايه احنا علينا العبره بالخواتيم. اوكي ويلي انت عليك بس صور. انتوا بس شوفوا النهايه وما لكم شغله. لو تخلون لايك لو ديسلايك يا عصير يقول الاشتراك لو تبقون الاشتراك. ها يا لا تعلقون ها وانتوا ليش وقاعد تسوون شجره وهاي سوالف. بالعكس احنا نحتفل فعليات. تمام وفعاليات حلوه والفرح حلو أكيد. فاحنا نحتفل به وبالعكس يعني كل الأديان أديان كل الأديان هي تمام خير وبركة. طبعا تعرفون شغلة انه هاي قاعد تشوفون انتو هسه مثل الطبيعية يعني 100% تمام. بس هي مو طبيعية هي صناعية واكو نفسها يبيعون طبيعيات يعني بالشارع تلقى طبيعيات يبيعون بس يمكن اغلى الطبيعيات. هم تجي يعني كلش حلوة. السنة اللي قبلها جبنا طبيعية كانت كلش رهيبة بس شنو العيب بيها؟ الذب وساخة هواية يعني ذب وساقة هواي. هسه هاي هم بيها وساقة بس يعني مو دائما بس حبي هسه بيجر... هاي بس لانه فكيناها. ليه فكيناها صحيح؟ طبيعية تشلع القلب. خاف تشلع القلب يا به. قال لي طبيعية قلت له مستحيل. طب على قصتي شوف ما شكرتنا على البونتوك. بونتوك شنو هذا؟ بونتوك اللابس اسمه بونتوك. حبيبي ما البونتوك هي؟ يلا شكرا على البنطوف. يلا شنو البنطوف مالي ما شاء الله بنطوف. التسمية من هيفا هاي بنطوف. حبيبي تعرفون شنو البنطوف؟ هاي احنا عندنا هذا نعال بس انجبنا هي سميه بنطوف. شنو البنطوف مالي؟ شوفوا مالتي قد كيوت. بنطوف مالي فلامنجو. هذا بنطوف هذا الله حلو فلامنجو باعه. هذا كل ما مالي شين شبح بقى بطلع بس بجي لي بونتوف. بس بربك مو حلوين. انت اعطونا رايكم عمي البونتوف هذا ينطلع بيه ولا لا؟ والله هذا يخلو بحلقة الحيوانات. هذا للناس الكيوت اللطيفه مثل الحلقه الكشخه حتى بالبيت. الله عليك يوم البونتوف. الخطوه الاولى حتى انا هسه شنو جوكت؟ جوكت دني الدعابل فراح نفتحهم ونشوفهم. طبعا شكلهم كلش حلو هذا الفضي والبيله معه زين. يلا يابا خلينا نبلش نفتح ذني حكا امي ذني الاشياء شايفينهم ذني نسحب هيك من عندهم وراح تعلق على كل الاشياء. يلا حسين اشتغل تمام شفنا شغله واو والله هذا. طبعا اللي يجي يوم شجرتنا ياخذ صوري نص يورو. شجرتنا هاي يجيون العالم من كل مكان تاخذ صور بحيث الزحام راح يصير على الباب. نص يورو هسه توتي باشر اول ما تجي واو شنو مسوين انتوا؟ اقولها اول ما تطبون نص يورو من الباب بصدق تروح على اهلي. راح اجيب هديه لحسين. طبعا حسين جاب لي هديه. جبت الهديه يابا بس انا بعدني ما تعرف شنو الهديه. ديتش مشمورة هناك بالزاوية. مشمورة بالزاوية؟ قلت لهم هاي المن قالوا لي هاي مالتك. اوكي هاي الهدية مال شنو؟ مرات السنة. مرات السنة يا طبعا السنة اللي فاتت جاب لي الفوتين هناك اللي اني كان كلش عاجبني. يابا كانت يمكن اقوى مفاجأة لهيفا. هو مو بالبوتين ما توقعت راح اسوي هذا الشيء. كانت هي انه حبته وحابة تشتري بس ما توقعت انه
راح اجيبه. خلاص ضربكم شوف الفيديو كان مو طبيعي. عزيز جنن والله هواي تعليقات شنو ما شايفه شنو ما ادري شنو هي مو قيمه البروتين وانما على القيمه وانه انا كنت اقدر اجيبه بس حسين عند لا ما تجيبي هذا البروتين يا معود عد البدة كان النايك يعني منزله موديل السنه يا معود ابدا وليها هسه يمكن لابسها بس اكم من مره خاف عليها البروتين قصه قصه فهذا الشيء يعني كانت يمكن اكثر مره اشوف هيفاء تمام تفرح بهديه هو قبلها كان جايب اكو مفاجاه قبلها كان جايب لي سوار ذهب ما فرحت مثل مال البوتين صدق والله كان مفاجاه كل شيء بس يا ترى هاي السنه ايش مسوي هاي السنه كذلك المفاجاه حلوه يا يعني ماكو فد شيء انا رايته جبت لك اياهم كل انت بعد ماكو شيء رايته والله العظيم مو قدام احسن اي شيء اريده والله العظيم ابد ما يقصر يا معوده غير تدللي انت غير انت ام جهالي حصيري وين ياب جديده هاي لا كان حلالي هسه ام جهالي حلالي كان قبل بعد شغل ساعة تمام رجعنا وهسه شوفوا راح اشوفكم الشكل طبعا مو النهائي بس بعد شنو اللي صار فيه زين يا بشوفوا شوفوا الترتيب اللي صار طبعا كلش حلوات قبل كل شيء قبل ما نبدي شوف الجبنة نهازم ننظف القاع زين صار غصق هواي القاع ما شيء شايفين هاي السكاكر؟ طبعا زني كلش حلوات مال راس السنة هاي تذكرنا من كنا صغار انا ما اعرف طفي شلون راح تقاومهم انا حاطتني هناك وتقول شو بتسكت مرة السنة يا ابي شوفيني واحدة من عندهن كلش حلوات يوزعهم بابا نويل بابا نويل يوزعهم كان شوفكم يعني شوية اللي هي هاي يلا قاعد يشوفوها شلون واضحة كلش حلوة هاي وزعها بابا نويل تمام قبل ما يوزعها جبناها هنا احنا وزعها نفسنا فراح نخليها كذلك اهم شيء الديكور حلو اي شيء اي مكان شوف الجمال شوف الجمال شلون صارت يابا ما احكي لكم يابا تزوج وهاي فعاليات اللي يتزوجون احكوا لنا يابا شنو فعالياتكم راس السنه خلينا نشوف بالتعليقات صدق شو راح تسوون ما راح تروحون مو بس ما تروحون دزوا لي شجرات الميلاد مالكم عندي على انستغرام وانشرهن يمنا كلش حلوات ها وما راح بالمانيا شو راح تسوون يعني عندكم شيء راح تسوون هنا راح تطلعون مكان شغله شيء حفله قولونا بلكن بو معلومات عندكم احنا ما نروح اساس كان مشروع الفرنسي كان مشروع كله كبير وتبطل بس اجى مشروع احلى من عنده واحلى 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 اللي هو البيبي هاي قنع نفسك مو هسه شنو ايش راح نجيب طبعا اشكر سوزان ونبيل جابوا لي هديه الحلوه هاي مال نبيل مرات السنه راح احطها هنا للدبوب يا به مكانه شوف المكان مالته يا به كلش حلو هذا راح احطه هذا الدبدوب راح نحطه هنا وبعد عندنا شغله حلوه تمام شوفين هاي الغزاله هيفاء الغزاله شوفين الغزاله هذه الغزاله بس الذبلمية حطت عليها مثبت الغزاله هاي مالتنا راح تكون وين مكانها بالحافه لا شكلي راح احط هذا هنا هذا راح احطه هنا وراح احط الهدايا يا بجيب الهديه Thank you.
يابا هسه جا وقت الهدية، اوكي؟ هاي الهدية ما هي فاء راح تخليها يم شجرة وما تفتحها مستحيل يعني، دي بفتح هاي فاء، اوكي؟ انت توكل بالله بس. دي بفتح هاي. لا والله ما حسيت. شنو هالهدية؟ تحزرين انت شنو هالهدية؟ باكيت. هدية كلش حلوة وانت حبتها، اوكي؟ انا يعني نفسي بيها؟ انت نفس بيها. حزروا لنا شنو الهدية وكتبوا لنا بالانستغرام، اوكي؟ خلينا نشوف من يحزرها. يلا هاي مكانها جوا يمي. يلا مكانها وين؟ جوا. خليها جوا، هنا. هاي هديتك وها هديتي هديتك جيبي خذي يمها اوكي تمامتك هديتي تمامتني هديتك أني هديتك خلص حبيبي لعدنا من هنا لحد هالسنة يلا عوج ما هي الهدية تنام هنا يابا وهاي شجرة الميلاد اليوم الثاني طبعا الأحلى الأحلى حيصير شنو هاي شجرة هنا موجودة زين ومن هنا الشباك بس تفتح الجامع راح تشوف الثلوج ان شاء الله يعني بعد كم يوم تمام راح نشوف هذا الثلج مغطي هذا المكان كله وهنا عندنا ثلج ايش راح يصير اجواء كلش كلش حلوه ف رايكم النهائي كتبوا لنا رايكم النهائي وهيفاء ايش طلع صحيح ولا لا انا بالنسبه لي هيفاء شغلك كلش حلو وعايش ديت كل يوم تعال هيفاء للزينه كم يوم ورا السنة إن شاء الله نفتح الهدية وهم أنا نسوي لكم فيديو حلو ونشوف هيفاء شنو جايب لها طبعاً أنا حطلع وهم أنا حصور أشوف شنو راح أشتري لك هدية الله وراح تلقوا الفيديو بقناتي أكيد راح شوفوا يم قناة هيفاء كذلك تنسوا قناة وحدها أصدقائنا وصلنا وياكم للنهاية نحبكم جميعاً ويا رب إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وسنة سعيدة على الجميع أكيد ولا تنسون أهم شيء لايك للفيديو ومشاركة ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد باي باي, باي.